تواصل عيادة السكر بمستشفى سوهاج التعليمي أعمالها لاستقبال مرضى السكر من أبناء المحافظة ممن يتم علاجهم على نفقة الدولة لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات المختلفة للاكتشاف المبكر لأي مضاعفات لمرضى السكر. تقرير عبد الفتاح الدقيشي. تواصل عيادة مرضى السكر بمستشفى سوهاج التعليمي إجراء التحاليل اللازمة لمرضى السكر من أبناء محافظة سوهاج لتقديم خدمة متقدمة ومتطورة لمرضى السكر المنتظمين في صرف العلاج على نفقة الدولة. صرح بذلك الدكتور عادل عبد المنعم نائب مدير مستشفى سوهاج التعليمي، وأضاف أنه تقوم العيادة بفحص هؤلاء المرضى من خلال إنشاء ملف يحتوي على جميع بيانات المريض وتاريخه المرضي. هذا وأكد الدكتور وائل عزت أخصائي البطن والقلب ورئيس عيادة السكر التعليمي أنه يتردد على العيادة أكثر من 1200 مريض من أبناء المحافظة ممن ليس لهم تأمين صحي. مستمرين برضه في العيادات التخصصية بتاعتنا اللي بدأنا فيها الفترة اللي فاتت، عيادة السكر يوم الاثنين من كل أسبوع، طبعا لمتابعة حالات السكر وقرارات نفقة الدولة بالنسبة لمريض السكر. طبعا ده يعني بصراحة دكتور وائل عزت استشاري البطنة، يعني الراجل يعني هو صاحب المبادرة في العيادة دي وفكرتها، وهو متوليها بصراحة ومتابع فيها بصراحة شغل يعني محترم. عندنا برضو عيادة الإيكو اللي عملناها من فترة برضو، مستضيفين فيها دكتور محمد حلمي، أستاذ دكتور محمد حلمي طبعا من جامعة، الراجل بصراحة برضو عامل فيها شغل بصراحة، الحتة دي يعني كانت ناقصانا بصراحة جدا، لكن بصراحة الراجل يعني متابع معانا ومستمر معانا يعني يوم الاثنين من كل أسبوع، مستمر برضو في تقديم الخدمة فيها بما يليق برضو بالمريض بتاعنا. طبعا احنا هنا يسعدنا ان احنا نتشرف بحضراتكم في عيادة امراض السكر اللي بتبقى موجودة يوم الاثنين اسبوعيا، بنستقبل فيها المرضى السكر من اللي هو ليهم قرارات نفق الدولة في المستشفى علشان نتابع حالتهم ونطمن على مدى انضباط مستويات السكر في الدم، مدى وجود مضاعفات علشان نقدر نكتشفها مبكرا ونبتدي نتعامل معها مبكرا. طبعا قرارات نفق الدولة في مستشفى سوهاج التعليمي عدد كبير من القرارات بتصل الى 1200 قرار، ويمكن حاليا تجاوز الرقم دهوت. قرارات نفق الدولة دي بتعمل على تغطية المرضى الغير شاملين بقانون التأمين الصحي، وده قطاع مهم جدا من المواطنين موجودين عندنا هنا في سوهاج من اهالينا، اللي الحمد لله الدولة دلوقتي بتوفر لهم علاجات مختلفة سواء للسكر او للضغط او الامراض التانية زي الدهون والقلب والقصص والامراض اللي هي بتبقى مصاحبة لمرض السكر. بنحاول هنا ان احنا نساعدهم ان احنا نكتشف اي وجود اختلالات سواء في الدهون او قصور في الشرايين التاجية او ارتفاعات في الضغط مش واخدين بالهم منها، او عدم انضباط في مستويات السكر، طريقة التغذية بتاعتهم، اوزانهم لو في زيادة في الوزن، انتظامه في العلاج، متابعته للسكر، وجود زلال في البول، مشاكل الكلى اللي بتبدا تظهر مع مرضى السكر، كل دي حاجات بنحاول نكتشفها مبكرا، لان احنا اكتشاف اي مضاعفات للسكر مبكرا بيقي من ان احنا ندخل في مشاكل كتيره جدا. احنا عارفين ان مريض السكر عرضه للجلطات، عرضه لمشاكل القلب، عرضه لمشاكل الاوعيه الدمويه والقدمين، مشاكل العيون. برضه بالتعاون مع عياده التغذيه الموجوده في المستشفى، بالتعاون مع عياده العيون والشبكيه الموجوده في المستشفى، بنقدم خدمه التغذيه وخدمه فحص قاع العين لمريض السكر عشان نطمن ان مفيش اي مشاكل، نبتدي نتعامل معاها مبكرا. والحمد لله حتى الان يعني انجزنا عدد كبير جدا من المرضى، والراجع بتاع المريض اتضح ان يعني الحمد لله في نتائج ايجابيه للمجهود اللي بيتم هنا. الصيدليه بتتعاون معانا في توفير ادويه كتير جدا لمريض السكر، طبعا العدد الكبير الموجود بيتطلب انواع مختلفه من الادويه كل واحد بياخد حسب حالته، والحمد لله قدرنا نقدم خدمه متميزه بتحرص الدوله حاليا على تقديمها للمريض الغير خاضع للتامين الصحي عشان تمهيدا لوجود التامين الصحي الشامل اللي ان شاء الله هيشمل كل المواطنين. وسعداء دايما باستقبالكم يوم الاثنين اسبوعيا لكل المرضى الغير خاضعين للتامين الصحي، احنا عملنا لهم قرارات نفق الدوله ونتابعهم، ونتمنى للجميع الصحه والسلامه الدائمه. من داخل مستشفى سوهاج التعليمي عبد الفتاح الدقيشي لقناه طيبه.